بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي ونساتي، سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، طابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. على اليسار تسيميكاس، ثلاثي الوسط جونز، فابينو، تشامب، جانب الأرجنتيني أفيلا ليبحث عن كرة أرضية، بداية قوية في الدقرساتي، لم يكن بإمكانه تقديم الكثير في الموسم الماضي. أول فئة البريمير ليج بعد أسبوع، كرة في الجهة اليمنى، توريس بيحاول، توريس خلف الركنية، ترسل للأمام، هذه الكرة مرت من الجميع، أمام هذه الكرة لكن التغطية في الجانب الأيمن، تسديدة لكن بعيد، بعد أن لعب أغلب فترات الموسم الماضي في قلب الدفاع، عالية للسداد في آخر مباراة، كرة توريس، أفيلا بيحاول لكن تسديد الماضي، عالية للأمام هذه الكرة باتجاه فيرمينو، التصويب من جانب سيميكاس لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب من اليوناني الظهير الأيسر سيميكاس، كرة على طاير أو كرة الياباني العائد بعد فترة إعارة من ساوثام، يفتقر حقيقة للجزاء لأنه أوساسونا على التوالي أربع ألقاب، كل ما حققوا لحتى الآن مع ليفربول. الباسك هذه كرة من مينوس، الله 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 من مينو، لكن خوان بيريس، خوان بيريس يقف أمام مينا مينو، فرصة هدف أول، الله على السلام الياباني بشكل رائع، استلم هذه الكرة بتمريرة من كوناتي، يحاول داخل منطقة جزاء مينا مينو بيسدد كرة، فعلها الياباني وسجل هدف أول الريدز، أضاع الأولى وسجل الثانية، يورجن كلوب يصفق للياباني مينا مينو الذي يسجل هدف أول الريدز في الربع ساعة الأول. هذه كرة انطلاقة، محاولة ثانية لكن تسلل 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 يا جوردون، تسلل على جوردون، انطلق في هذه الكرة جوردون صاحب 16 من كل مكان، الكرة بتصل في داخل منطقة الجزاء، جونز عرضية، كرة في الجانب الأيسر، سيميكاس عرضية، الله 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 الله، فيرمينو، بوبي 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 فيرمينو يسجل الثاني في منتهى الروعة اليوناني، في منتهى الروعة اليوناني، سيميكاس، سيميكاس في كرة عرضية في الاستقبال، بوبي فيرمينو الذي يعود من الباب الكبير أمام أوساسونا يسجل في مرمى خوان بيريس، هدف ثاني لها من متعة يقدمها فريق ليفربول هنا في مسرح الأنفيلد، يا لها من هيبة كبيرة يحملها هذا النادي هنا في الأنفيلد، وفرحة الأنصار والعشاق والمحبين والمتيمين، بوبي فيرمينو يحتفل كالعادة بهذه الطريقة أمام جمهور ليفربول الذي يحضر بأكثر من 50,000 متابع. الجانب الأيسر سيميكاس صاحب العرضيات المثالية تماما، هذه كرة رأسية من فيرمينو لكن بعيدة، الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، لوكاس تورو يبحث عن مساحة للتصويب لكن الكرة بتعود في الخلف، الاعتبار طبعا مرض السرطان عفانا الله وإياكم وشفى الله جميع المصابين في بهذا المرض الخطير تماما. هنا جانب من عمليات الإحماء بانتظار تبديل، يشارك في هذه اللحظات بالفعل، تبديل أول يظهر من يورجن كلوب، يسجل 32 هدف، هذه كرة انطلاقة لكن خروج حارس المرمى خوان بيريس، متخبط جزء تشامبرلين على مرتين، خوان بيريس، تشامبرلين قوية جدا، تشامبرلين انطلاقة، هدف ثالث قريب، هدف ثالث قريب، تسديدة لكن ضعيفة مرت إلى خارج أرضية الملعب وبالتالي تحولت إلى ركلة مرمى، الهدف الثالث قريب، الهدف الثالث، الله 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 الله، بوبي فيرمينو يا لها من لوحة يقدمها ليفربول، سيمفونية يعزفها بوبي فيرمينو، الهدف الثالث للريس ليفربول، مينا مينو يصنع الهدف الثالث بعد أن وقع على أول أهداف المباراة، عرضية استلام بكل هدوء وضعها ركنها على يسار يمين حارس المرمى خوان بيريس، وبالتالي ثالث أهداف ليفربول، يا لها من مباراة كبيرة جدا يقدمها ليفربول في هذه الليلة، وبالتالي يطمئن هذه الجماهير قبل بداية الموسم بهذا الأداء، بهذه النتيجة، بهذه المتعة الكبيرة التي يقدمها ليفربول، تمريرة للأمام من مينو يهرب لكن سالف يد حارس المرمى، الخطأ لمصلحة أوساسونا، هذا ونجم شوط المباراة الأول بوبي فيرمينو، خوان كروز ينقل كرة عالية للأمام لكن تغطية من فابينيو، بعد تنقل هذه الكرة في الجانب الأيمن لليفربول، البحث عن كرة أرضية لكن أمس
في الجانب الأيمن وتبارسية من جانب أوريغي بشكل غريب. هذه الكرة ضاعت من أوريغي أمام بأن الفريقين يخلدوا ذكرى الراحل مايكل روبنسون اللي لاعب للفريق مارس الأفضلية. هذه كرة عرضية من تشامبرلين لكن سهلة في يد حارس المتبان. كرة بالكعب تشامبرلين، تشامبرلين داخل منطقة الجزاء. هذه كرة الله، كرة مرت إلى ركنية في مرمى ليفربول حتى وإن كانت المباراة ودية. فهذا أمر أوريغي بيرسل الكرة للأمام لكن التغطية أيضا مرة ماضية وتبار. الهاتريك يضيع على فيرمينو، الهاتريك كان قريبا من بوبي فيرمينو. مباراة كبيرة جدا في هذه الليلة. الكرة من هناك بتصل لحارس المرمى كالاهير، غوميز يتركها لتسيميكاس، كرة لمصلحة ليفربول في الجانب الأيسر. يكون حاضرا نجم المباراة بوبي فيرمينو صاحب هدفين يغادر أرضية الملعب، يترك شارة القيادة لتياغو الكانتارا الذي سينقلها بدور تلاقة لليفربول. أوريغي يحاول لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هدف رابع يقترب جدا من ليفربول. أوريغي يحاول، قد يكون هو الاسم القادم الذي سيسجل. محاولة إضافة الهدف الرابع أرضية لكن عودة الدفاع للتمرير. كرة انطلاقة، محاولة الرابع أوهو، ووتبيرن يسقط على أرضية الملعب ويكسب خطأ من خارج منطقة الجزاء من مكان قريب. الله، لاعب ليفربول آخر. هذه كرة بيسددها لكن هي قوة بدنية كبيرة بكل ثقة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وهذه واحدة من أو أهم خبر بالنسبة لجمهور كلاركسون. عرضية هذه الكرة لكن أقرب لحارس المرمى من هذا المكان أن يسجل هدف أول. كرة بعيدة تماما مرت إلى خارج أرضية ملعب روبن غارثيا جانب الأيسر. وصلت كرة روبن غارثيا يلعب كرة عرضية عالية للأمام. هدف أول لأوساسونا، رأسية قوية جدا في مرمى ليفربول. هدف أول يسجل أوساسونا في الدقيقة 70. عرضية في منتهى الروعة من جانب روبن غارثيا. من هناك لم يكن في وضعية تسلل المهاجم الإسباني لأوساسونا الذي يسجل بهذه الطريقة. لاعب رقم 18 هو من سجل، هو من يقفز، هو من يضع الكرة في المرمى وبالتالي يسجل هدف أول بالنسبة للفريق الإسباني أوساسونا. اللاعب رقم 18 هو من سجل.